هالشيء هذا من شان نضبط البلد. تحديات في ونس رفيق الفلكيات. تفخير في تفجير بالبلد هذا اللي صار هناك. تداريات. Raqqa is currently under control of the Syrian Democratic Forces, the SDF, a US-backed coalition of fighters made up largely of the Kurdish militia, the YPG. Their internal security forces, the Asayish, are still battling ISIS in the form of sleeper cells. So right now we're here in Raqqa, the former ISIS capital here in Syria. 2 years ago, 80% of the city was destroyed when the SDF and US forces took it back from ISIS. Now that the frontline fighting has stopped and ISIS have lost their territory, they have resorted to guerrilla tactics. So there are sleeper cells everywhere. The SDF are constantly finding IEDs. Now we're with the Asayish. These are all Arabs from the local area working with the SDF to try and keep the city safe. We're going to go and patrol and find out how they can try and stop ISIS coming back here, basically. So firstly, I want to know, what's your role here? What job are you doing here in Raqqa now? What are the biggest challenges you're facing trying to keep the security? Because obviously it's still quite a dangerous place. أنا تنكتب دوريات على مدار 24 ساعة يعني بدون توقف خالص من أجل هالشيء هذا يعني من شان نضبط البلد من شان يعني إنه ما تتكرر الحوادث هاي يعني تحديات هو نفس رفيق الخلايا هي الخلايا اللي عم تفوت عم تغلغل بين المدنيين هاي عم تسوي علينا شوي صعوبة عشان نميز بين المدنيين وبين بالنسبة للخلايا النايمة الخلايا النايمة تجينا أضرار الخارجية منه ديري منه من برا البلد يعني من البلد ما قام يسوي شيء يعني بتراب المصاري قام يسوي الشيء هذا طلع شلون؟ بتراب يعني اقله 100 دولار يزرع عبوة يضرر اكبر قوة عسكرية And how do you feel about the fact, you know, you're working with the SDF, which is mostly run by YPG, Kurds. How do you feel about that? الشيء هذا ما بيفرق ليش؟ لأنه قضيتنا قضية واحدة. قضيتنا أول شيء هو دحر الأراضي. الحمد لله مشي حالنا اليوم اي من كان ان كان انت اجنبي او عربي او كردي او سرياني بما انك ماشي بطريق واحد فهو خلص يعني انت وياه ماشيين على الموت فالصاروخ اللي عم يجي او العبوة الناس اللي عم تتفجر بينا بالشارع ما عم تميز بين كردي او مسيحي او اجنبي كراد كثير ماتوا عرب كثير ماتوا رفاقنا من حلب من الدير من تل ابيب من افرين كل هاي اجوا على الرقم وماتوا هون فيوم اللي بيموت ما بيفرق او اقول هذا كردي وهذا عربي وهذا مسيحي لا قضيتنا جايين قضية واحدة. Can you tell me what it was like living in Raqqa when ISIS were in control? أول شغلة الحياة كانت قساوية. أنت تحت عايش تحت حكم إرهابي. صنف إرهابي على العالم كله. يعني تستنى الفرصة اللي تجي بس تخلص. تخلص من الشيء هذا. ما يعني مسكرت من كل النواحي. يعني ما ظل بينك يعني ظلت عندك شغلة يا تصير داعشي يا انه تطلع تشوف حياتك تطلع برا على تركيا على لبنان على غيره وغيره شيء نبي هو الذبح الذبح صار بالشوارع يعني لو مو صاير هالشيء هذا عندنا وجاي قوات سيرة ديمقراطيه مع دعم قوات تحالف تحريضا مدينه الرقه مع الرياض وكذا كان طلع عنا جيل خطير جيل هو الجيل الصغير اللي شاف بعيونه الذبح فهذا راح يربع الدم يعني حتى اول كان بس بعيونه من القصه حاليا بتشوف الاولاد كلنا شايل كتبه ودفتر وكذا رايح على المدرسه اول ما كان بالمدرسه والطفل الصغير كان يحط السكين مع طرف ويمشي يذبح ويصلح حتى في اخوه بين بعض يعني على التلفزيون حتى طلعوا لهم قناه التلفزيون هي للذبح وكذا ولنشر هالشيء هذا الارهابي اخ كان بده يذبح اخوه من وراء هالشيء اللي عم يشوفه على التلفزيون
يعني مو دولة إسلامية، كانوا إرهاب يعني، كانوا عم يقطعوا رأس العالم ويتوحون العالم، كانوا عم يقولوا نحن دولة إسلامية، بس هنا كان ما هم دولة إسلامية، هنا بس جايين يعني خرب سوريا. So they've all just jumped off the back of the van. Basically, they drive around and assemble the checkpoints at random just to make sure the city is secure. Because to be honest, ISIS could be absolutely anywhere here. Like, you know, they're just drifting with the population. With emergency checkpoints like these, the Asayish aim to have a constant but mobile presence on the ground. Even so, in the first 8 months of this year, ISIS claimed 32 sleeper cell attacks in Raqqa, and they claim to have killed 126 people in total. Despite the fact many consider ISIS to be finished in Syria, 2 years after their former stronghold was liberated, their fighters are still launching attacks regularly. With US troops supposedly pulling out of the region soon, it'll become harder for groups like the Asayish, with their limited resources, to keep the city of Raqqa stable. So there's a lot of talk now. The Americans are saying we're pulling troops out. There seems to be less support for what's going on here. The coalition don't seem to be as happy to help now. How do you feel about that? What would your message be to the Americans and the coalition? You know, what do you need here? Check it, Mubashal. انه صار عندنا دعم تحالف قدرنا انه نسوي انجاز عالمي، يعني انجاز عالمي هذا ما حدا حسن يسويه بدحر الارهاب، هو اكبر معاقل داعش في الضفه. وظفناها وخلص مشي الحال. اليوم وبكره وبعد بكره وين ما كان احنا جاهزين، قواتنا كلها جوا. بس هو الرساله للشعب الامريكي انه التحالف انه سويت موضوع الدعم فيكمل للاخير، انه خلص نرجع الاستقرار وبعدين ما في مشكله. يرجع استقرار البلد.